انضموا إلينا للحديث حول الموضوع من اسطنبول العقيد الركن حاتم الروي المحلل العسكري السوري. أهلا بكم سيادة العقيد إلى هذه الجولة الإخبارية. كيف تقرأ استمرار تقدم النظام في مناطق المعارضة بريف إدلب وحماة آخر معاقل المعارضة السورية في شمال سوريا؟ سلامي لك أستاذي الكريم وللسادة مشاهدي قناتكم. حياكم الله. وعليكم السلام. التقدم للنظام في ريف إدلب محسوب أصلا، يعني منذ اتفاقية أو اتفاقيات أستانا نجد أن تراخيا من قبل بعض الفصائل للأسف. أضف إلى أن إدلب مهيئة لمثل هذا التراجع من قبل الثوار، فإدلب فيها جبهة النصرة وفصائل الجيش الحر وهما متناحران أصلا. يعني جبهة النصرة، أنا لا أقول أن جبهة النصرة تسلك نفس سلوكية داعش بالضبط، فهي قاتلت النظام إذا قسناها بداعش التي لم تقاتل النظام نهائيا، لكن جبهة النصرة لا تعمل من أجل إنجاح الثورة، ولا تعمل من أجل إسقاط نظام، ولا تعمل من أجل مستقبل سوريا. جبهة النصرة تعمل لصالح جبهة النصرة ولصالح إقامة إمارة في إدلب، هذه هي الحقيقة. من خلال هذا التناحر بين باقي الفصائل مع جبهة النصرة، الأرض مهيئة تماما. يعني شرق إدلب وشرق حماة لم تعد هناك مقاومة إلا من بعض أبناء العشائر الغير موالية، يعني مثل قسم من عشائر الموالي وقسم من عشائر الحديديين الذين شكلوا فصائل لمقاومة تقدم النظام، واستطاعوا أن يوقفوا النظام في بعض المواقع، واستطاعوا أن يكبدوا خسائر على قلة يعني إمكانياتهم وبدائية أسلحتهم وبساطتها. نعم سيادة العقيد، الانتقال إلى نقطة ثانية، يعني الجيش السوري اليوم قال بأن الطيران الصهيوني قام بعمل غارات جوية على دمشق، ماذا استهدف الطيران الصهيوني؟ يا سيدي، الطيران الصهيوني استهدف مواقع في اللواء 155، هذا اللواء الذي هو لواء للصواريخ بعيدة المدى، نعم، في منطقة الخطيفة بالجانب الشرقي من جبال القلمون. ويعني هنا تساؤل كثير لدى يعني معظم الناس، يسألون أن يا أخي نحن نعلم تماما أن هذا النظام هو حليف لإسرائيل، فكيف تضربه؟ يا سيدي، الحليف القوي يتعامل مع الحليف الضعيف كما تتعامل أنت مع أجلكم مع كلب الحراسة الذي تضعه في مزرعتك أو في بيتك، تدلله وتؤمن له حاجياته وتضربه بقسوة عند أول مخالفة. فالنظام يحاول إخفاء بعض يعني مثلا في المنطقة التي ضربت فجر هذا اليوم توجد مستودعات أسلحة كيميائية، وتوجد صواريخ قادرة على حمل رؤوس كيميائية، فإسرائيل استهدفت هذا الموقع وضربته. نعم العقيد الركن حاتم الروي المحلل العسكري السوري كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.